صرخة نموذج الصراع، نموذج للثقافة العراقية. سارة خاتون شخصية جميلة تستحق أن الواحد يعتز بها كعراقية، كإنسانة عفيفة عراقية، رمز العفة والشرف، وأيضا كانت كريمة، مرأة كريمة جدا. قصة حياة سارة خاتون الواقعية فيها من الدراما والتناقضات والذروة والانبساط ما يمكن أن تكتب عليها 20 قصة. بنية عراقية عفيفة وشريفة، ورغم صغر سنها 18 سنة لكنها قاومة الجاه وقاومة السلطة، وذلك أصبحت جزء من الموروث الشعبي العراقي. كنا نذهب إلى حي الصناعة في بغداد اللي يصير في منطقة اسمها كامب سارة، لكن ما حد سأل نفسه منو سارة هاي اللي مسمين مخيم سكني باسمها. ولدت سارة خاتون في بغداد عام 1893 من عائلة أرمنية استوطنت العراق من 600 سنة. هي سارة بيت أوهانسيان. أوهانسيان هذا الرجل كان صاحب أملاك كبيرة جدا، حتى كانت هناك نكتة عند العراقيين أن سارة أملاك سارة وأملاك أوهانسيان القطار يبقى ساعة كاملة حتى يجتاز هذه الممتلكات. لديها ممتلكات في الحلة، في كربلاء، وفي الكوت، وفي بغداد. توفت والدتها، أختها الصغيرة أيضا توفت طفلة، ثم والدها توفى، فأصبحت تحت رعاية ووصاية عمها سيروب. كانت عمتها صوفيا هي الوحيدة القلب الحنون لها، لذلك سمت بنتها صوفيا. القصة بدأت في عام 1910 تقريبا. ناظم باشا كان قد زار فرنسا سابقا، وبالتالي تأثر بالثقافة الفرنسية، فأراد أن يقيم حفلة على زورق في النهر، حفلة راقصة. كانت الحفلة، هذه الحفلة حتى بالليل، كانت في آب 1910، الناس غير متعودين على الأضواء وبالنهر ورقص وموسيقى وغيرها من القضايا. ودعا إليها القناصب وزوجاتهم والعوائل الأجنبية والعوائل المسيحية، ومن بينهم كانت سارة التي جاءت مع عمتها صوفي. كانت ترتدي الزي العراقي المعروف لكل النساء في ذلك الوقت، البوشية، ويبدو أنها خلعت البوشية في الحفل في الأجواء المناسبة، وشاهدها الوالي وأعجب بجمالها رغم الفارق بالسن بينهما، فهي كانت في 17 أو 18 من عمرها وهو في 50. ناظم باشا كان لديه نشاطات نسائية، ولذلك في هذه الحفلة شاهدت سارة خاتون بأن ناظم باشا قد يكون سندا لها، لأنها تعاني من عمها، ولكن عمها كان يتصرف بالملك ويأخذ من المال كثير، ولذلك شاهدت في ناظم باشا والي بغداد فرصة لتتخلص من هذه الوصية، والسحر بها. فورا فترة أرسل أنه قالها نتزوج، وكان هاي الولاد عادة يزوجون هواية. الوالي حاول أن يضغط على عمها سيروب وعلى ابن عمها، قالهم أنه هي طلبت من عندي أن أخلصها من الوصية، الآن أنتوا جيبوا لياها وأنا لا أتدخل. لذلك عمها سيروب وتانيال أرادوا أن يأخذونها محضية ليس زواجة في البداية، ولذلك هي كانت ترفض، ولذلك حقرت تانيال، لأن أكثر مرة طلب من عندها أن يأخذها إلى ناظم باشا. حاول ابن عمها تانيال أن يختطفها، إجا بزورق لأن كان بيتهم على النهر، فتانيال جابوا مجموعة من الشقاوات وأرادوا أن يجدون للحديقة،
ومن بعد ذلك يدخلون البيت ويختطفون سارة ويحطوها ودوها لداود باشا. هي حست فبدأت تصرخ، فلذلك العراقيين وأيضا قسم من الفلاحين كانوا يفلحون على الشط، فلذلك الفلاحين جاءوا بالخناجر وجاءوا بالمقوار وجاءوا بالتواثي يعني، وانقضوا على ثانيال والشقاوة وأوسعوهم ضربا وركبوهم بالزورق وهدوهم. فقرر ناظم باشا أن يخطفها، أرسل الجندرمة والدرك والحرس لخطفها. عندما عرفت سارة خاتون هربت من البيت وذهبت إلى البيت القنصل الألماني. القنصل الألماني طبعا ناظم باشا لو كان يعرف عند القنصل الألماني لكان قد اقتحم القنصلية، فعرف بأنه ناظم باشا لا يؤول جهدا عن لا يردعه قنصلية، وبالتالي ذهب وأودعها في بيت داود النقيب، منزلة دينية في بغداد، يرجع لعبد القادر الجيلاني وهي مسألة منزلة مهمة. عندما غادرت دار داود باشا وكان يترصدها جندرمة الوالي، فهرع أهالي بغداد في منطقة باب الشيخ وأصبحوا حاجزا بين هربة سارة وبين الجندرمة واستطاعت أن تهرب. وبعد ذلك ذهبت إلى القنصلية البريطانية، فناظم باشا لا يستطيع أن يعني يدخل القنصلية البريطانية، وعرف أنه سينقلونها عن طريق بواخر شركة لينش اللي ترفع العلم البريطاني إلى البصرة. وأيضا من وسط إلى البصرة خلوها داخل سجادة ولفوا السجادة عليها وحملوا السجادة، وفي الطريق نجت سارة خاتون. انتقلت بسفينة بريطانية إلى الهند إلى بومباي. ناظم باشا سخر كل الجندرمة مالته لمتابعة أخبار سارة خاتون، فعرف أنها بومباي. هل أثناء 1911 اتحاد الترقي وخصوصاً وزير الداخلية التركي نابق باشا أحسوا بأنهم ارتكبوا حماقات كبيرة جداً فعزلوه. في بومباي نصحت سارة بأن تختبئ لمدة من الزمن ريثما يخرج الوالي ويعود إلى اسطنبول، وبالفعل لم يظفر بها الوالي، فترك رسالة أوصلها إليه بطريقة أو أخرى يقول بأنه يحبها. هربوها إلى باريس، وفي باريس تزوجت مع شخصية زنجينة من أثري اسمه دانيال اسكندريان. كثير من القصص والأغاني اللي تسمعوها على لسان زكية جورج وصديق الملاية وغيرها كانت تتناول كل القصص وكل البستات التي تتكلم عن الوالي كان المقصود بها ناظم باشا، وكل القصص والبستات كانت تتكلم عن الشخص الذي يطارد فتاة صغيرة كانت هي عن ناظم باشا. في 1915 حدثت مجازر الأرمن في تركيا بالحرب العالمية الأولى، قتل أكثر من 1,000,000 أرمني وهجروا فدخلوا إلى العراق وإلى سوريا، وفي العراق استقروا في أربيل في دهوك في الموصل ووصلوا إلى البصرة. عادت سارة عام 1918 بعد أن توفى زوجها في باريس ومعها 3 أولاد، عادت إلى العراق سيدة ناضجة فائقة الجمال وثرية جدا. سارة خاتون من شافت المنطقة كامب الجيلاني أو كامب الأرمن صار منطقة ضيقة وجو مهاجرين كثيرين إلى بغداد،
أكثر من 17,000 مهاجر. مكان مكفى للمخيمات أو البيوت أو الصرايف اللي سووها، بل تبرعت أو باعت بمبالغ بسيطة أراضيها الموجودة في هاي منطقة كامب سارة وهسه يسموه حي الرياض. فاشترت أراضي اللي يسمى بكامب سارة، كامب يعني معسكر، وأعطت الأراضي إلى الأرمن بثمن بخس، وبالتالي بنوا بيوتهم اللي هو الآن حي كبير اسمه كامب سارة. اعتبرت سارة نموذج الشرف البغدادي، وظلوا يحكون بها بالمقاهي والنوادي الثقافية والاجتماعية، لكن بقت هي صاحبة إحسان خالد. ماتت لا تملك من حطام الدنيا فلسفة، حتى أن آخر أيام كانت تركب الفورتات وتركب باص المصلحة هذه الحمراء حتى من الطابقين بنهاية الخمسينات، يعني ماتت عام 60 وفقيرة جدا، واللي دفع فلوس دفنتها الخادمة مالتها وأيضا السائق مالها اللي بقوا يشتغلون إياها لحد وفاتها دون أن يأخذوا راتبا. يا محسنة للعراق بغداديين أكثر شيء يعني، وما خلت فرق بين أي أي طائفة أي دين أو أي قومية. هذا كان من صفات من حسنات سارة خاتون. هذه المرأة أصبحت قصتها جزء من التراث البغدادي وأيضا دليل التعايش. وأيضا سارة خاتون كانت امرأة صالحة شريفة وعفيفة، ولذلك هؤلاء كبار السن بعض الأحيان يذكرون سارة خاتون من قبل المسيحيين العراقيين والعراقيين بصورة عامة وخصوصاً الأرمن.